التجربة العملية، حنعمل مشروبين، مشروب إسبريسو، مشروب كابتشينو. حنحط حبوب القهوة بالكمية المناسبة، بعد كذا حنشغل الجهاز وننتظر إلين ما يكون جاهز، ثم نطحن حبوب القهوة بالكمية والوزنية المثالية. بعد كذا حنكبس القهوة باستخدام التامبر المرفق ونفك الرينغتون. بعد كذا حنركب البورت فلتر في المكان المخصص، ثم نروح من قائمة المشروبات نختار على زر الإسبريسو ونضغط أوكي لبدء الاستخلاص. هذا هو الاستخلاص زي ما انتم شايفين، ونتأكد تماما انه البار عندي واصل الأوبتيمال زون. كذا معناه انه درجة الطحن والحرارة تبعي ممتازة وكمية القهوة ممتازة. هذه هي نتيجة الإسبريسو. ننتقل للتبخير. التبخير في البداية لازم يكون عصا التبخير يلامس الحليب ملامسة عشان أطلع كمية الرغوة اللي أنا أبغاها. لحد ما أكتفي بكمية الرغوة المناسبة رح أبدأ أنزل عصا التبخير في الحليب بشكل تدريجي عشان تقضي على الجزيئات والفقاعات الموجودة في الحليب، ويكون الرغوة عندي خرافية وسلسة وحريرية المناسبة للرسم بدون أي فقاعات. وتأكد تماما أنه الحليب داخل البيتشر بيدور بهذا الشكل عشان ما تفصل الرغوة عن الحليب ويتعبك في الرسم. لحد ما تكتفي بكمية الحرارة والرغوة المناسبة قفل التبخير، نظف عصا التبخير بهذا الشكل، أعطيها دقتين وحطها في الكاسة. عندنا طريقتين. الطريقة الأولى، إذا أبى أسوي القهوة بشكل طبقات راح أحط الحليب ونزل عليه شوت إسبريسو، وهذه النتيجة راح تكون أمامكم بهذا الشكل. الطريقة الثانية راح تكون لمحبي اللاتيه آرت والرسم على المشروبات، وتقدر ترسم وتبدع وتسوي الرسومات والآرتس اللي أنت تحتاجها. وبكذا أكون وصلت معاكم لنهاية هذا الفيديو. إذا أحد عنده أي سؤال أو استفسار بخصوص هذا الجهاز أو أي جهاز آخر اكتبوا لي في التعليقات. كان معكم ماجد من قناة ماجد ريسو. أشوفكم فيديو جديد في أمان الله. We'll be right back.